هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. هذا الكلام لا تستطيع أن تأخذه على إطلاقه. الإنسان الملتزم المتقي إذا وقع في معصية اتفاقا الله يغفر له، أما إذا كان طريقه ونهجه نهج معصية، هذا مو كلام إمام، شاعر قال هالبيت من الشعر، صار وكأنه قاعدة شرعية، صار وكأنه أمر صحيح نحن نستوحي منه سلوكنا، هذا ليس حديثا، ليس آية قرآنية. لا شك أن لزيارة الحسين فضل، وأن للبكاء على الحسين فضل، وأن لمحبة أهل البيت فضل، لكن كل ذلك يجب أن يقترن بالعمل الصالح. أما إذا افتقد الإنسان العمل الصالح، إذا افتقد الورع، لا تنال ولايتنا إلا بالورع، إذا افتقد الورع هذا الكلام كله ما له قيمة. إذا كان يتجرع على معاصي الله عامدا عالما مصرا، قلت إذا لحظة من لحظات الضعف بنو آدم خطاؤون، تشمله المغفرة وتشمله الشفاعة، أما أن يعيش هذه الفكرة وينطلق منها فعليه أن يعلم أنها فكرة خطأ يردها القرآن وتردها أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ونصغي إلى حديث، إلى رواية صريحة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال لجابر ابن يزيد الجعفي: يا جابر يا جابر، أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ تفكر بس تكفيك محبة أهل البيت؟ فوالله، الإمام يقسم، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. ينبغي أن نكون حذرين من بعض الأفكار التي تخالف نص القرآن، صريح القرآن وصريح كلام أهل البيت عليهم السلام.